مقالة البيولوجيا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. البيولوجيا يقول لك هل يمكن تطبيق المنهج التجريبي على البيولوجيا؟ وش مثل البيولوجيا الشيخ؟ البيولوجيا هي كلمة يونانية الأصل مشتقة ومقاسمة إلى شطرين، بيوس لوغوس علم الأحياء الذي يتكون من إنسان حيوان نبات كل من يقوم بالنمو والتنفس والتكاثر. المنهج التجريبي ملاحظة فرضية تجربة وقانون. المقالة تقول لك أسكن نقدر نطبق المنهج التجريبي على البيولوجيا. الموقف الأول يقول لك لا يمكن، ما يمكنش، لأنه هناك مجموعة من العوائق الإبستيمولوجية، عوائق علمية. والموقف رقم 2 يقول لك يمكن تطبيق المنهج التجريبي على البيولوجيا وجوزنا العوائق. العوائق: الكائن الحي شديد التعقيد، عائق الملاحظة، صعوبة التجريب، عائق عزل العضو، الوسط الطبيعي والوسط الاصطناعي، عائق الحتمية، صعوبة التجريب، عائق الكنيسة، صعوبة التصنيف والتعميم. الموقف الثاني يجوزهم بيتر سينجر، كلود بيرنارد، لويس باستور، داروا تجربة. الحتمية كانت بكري، الكنيسة كانت بكري فور، وطبقوا المنهج. تغليب.